عزول فلاون، يوسف شيري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار. غصاد كاين واسبع راه مقور اللي غدني كدار النغ ختم مدينة الدار البيضاء. أفاد أنمرة لوال نساو المنتخبين النغ ختم زيرتاد. دري غادي نيغا أيوز القرار الجري ديال صاحب جلالة نصره الله وأيداه بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية كباقي العطل للمولد النبوي وكذلك العطلة الميلادية. اليوم هذا اللقاء كيأكد على أن الحزب ديالنا غادي في خطوات ديال التواصل الدائم مع الساكنة من خلال المنتخبين ديالنا اللي محتاجين لواحد الدعم كبير. ما يمكنليناش أننا نجيو ونعطيو المسؤولية لواحد المنتخب في مدينة كبيرة في جهة كبيرة من أكبر جهات المملكة ونخليوها أنه يغرق في المشاكل ويغرق في العراقيل. بالعكس، رئيس الحزب عزيز أخنوش خدا على عاتقه أنه يبقى في تواصل دائم مع المنتخبين ديالنا وتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم باش أنهم ينجحوا في الولاية ديالهم الانتدابية وأنهم يقدموا واحد لمسة واحد قيمة إضافية للجهة ديالهم والإقليم ديالهم من خلال تفعيل واحد مجموعة من الاتفاقيات وتنزيل البرنامج الحكومي على أرض الواقع. بطبيعة الحال ما يمكنش يتم هذا إلا بتقديم واحد الدعم اللي هو مادي ومعنوي للمنتخب، خاصة المنتخب التجمعي اللي جاب من قبل الانتخاب واحد مجموعة من الالتزامات اللي أساسها الصحة والتشغيل والتعليم. اليوم المواطن كيتساءل بأنه كاين واحد الأزمة مستوردة، أزمة اقتصادية، كيتساءل كيفاش ممكن لهذا المنتخب أنه يوفي بالالتزامات ديالو في ظل هذه الأزمة الاقتصادية اللي كنعيشوها المرتبطة أساسا بارتفاع الأسعار خاصة في الأسواق الدولية والحرب ديال أوكرانيا والتأثيرات ديال كوفيد إلى آخره. ولكن اليوم على المنتخب أنه يتواصل مع الساكنة، يتواصل مع المواطن المغربي باش يعطيه أولا أشنو هي الإجراءات اللي قامت بها الحكومة ديالنا لتجاوز هذه الأزمة. فلولا هذه الحكومة، لولا هذه الإجراءات لكنا نعيش واحد الظرفية اللي هي أصعب، ولكننا كنعيش في واحد الأزمة اللي هي كبيرة. واليوم كذلك على الحزب ديالنا أنه يقدم الميكانيزمات ديال الاشتغال للمنتخبين وكذلك يعني يوصل للساكنة ويوصل للمواطن أشنا هي الإجراءات، أشنا هي الانتظارات ديالنا، أشنو كدير الحكومة، أشنو خصها دير، وشنو اللي كيدير اليوم المنتخب التجمعي باش أنه إن شاء الله يحقق الالتزامات ديالنا مع الساكنة في أرض الواقع ويزيد التنمية ديال البلاد نحو الأمام. وكنا فخورون بهذا الحزب لأنه ليس حزبا موسميا، ما كيتواصلش فقط وقت الانتخابات، ولكن اليوم دوزنا واحد العام ونص ديال الولاية وحنا جينا نتواصلوا بكل ما أوتينا من قوة بحضور رئيس الحزب، بحضور أعضاء المكتب السياسي، بحضور الوزراء ديالنا، وكنهضروا بوجهنا أحمر وبرأسنا مرفوع بأننا إن شاء الله قادرين أننا ننجحوا المهمة ديالنا ونزيدوا بالبلاد القدام إن شاء الله. بن كيران محمد شفيق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الاحرار. بالنسبه للقاء اللي عرفته جهه الدار البيضاء استطاعت اليوم فهو اللقاء الثالث بالنسبه لمنتدى المنتخبين. هذا اللقاء اللي كان اليوم اللي قرروا المكتب السياسي كانت هي كمبادره اوليه للانصات لمنتخبي الجهه. حنا كنعرفوا على انه الحزب التجمع الوطني الاحرار منذ انتخابات 2021 ولحظه فيها تقريبا 11000 منتخب عبر التراب الوطني و1300 منتخب داخل جهه الدار البيضاء السطات اللي كيضموا منتخبين كنواب برلمانيين او مستشارين او جم او منتخبين جماعات محليين او ممثلين للغرف. فكان لازم هذه المبادره اللي قام بها المكتب السياسي برئاسه الاخ الرئيس عزيز أخنوش للانصات للمنتخبين، ومناسبه باش نعرفوا كمكتب سياسي شنو المشاكل اللي عاشوها المنتخبين في هذه الفتره هذه ديال هذه السنه ونص من تدبير ديال الشان المحلي والشان العام بالنسبه للتراب ديال جهه الدار البيضاء. كانوا ورشات جد مهمه، ورشات اللي همت الحمايه الاجتماعيه، اللي همت الغرف المهنيه والدور ديالهم في التنميه المحليه، كيف طريقه التمويل وتطوير الامكانيات الماليه للاستجابه للطلبات ديال الساكنه. فلازم كان هذه المحطه هذه باش يكون واحد التقييم ديال العمل ديال المنتخبين في هذه الفتره هذه، وكانت الحمد لله جد ايجابيه لانه المنتخبين عبروا
بكل صراحه على شنو كيعانيو منه، شنو نجزوه، شنو ما نجزوه، شنو المعيقات اللي كانت، شنو واجهوا في هذه الفتره هذه. وكانت مناسبه اللي دخلوا فيها بعض الاخوان الممثلين ديال الجهه، السيده العمده ديال الدار البيضاء عطات حتى هي التصور ديالها بالنسبه للدار البيضاء وشنو اللي دار في هذه السنه ونصف وشنو اللي مازال خصو يدار والمشاكل الكبرى اللي كتعانيها المدينه ديال الدار البيضاء. وكانت كما قلت لكم مناسبه باش يداروا واحد التقارير اللي غيترفعوا للمكتب السياسي باش ان شاء الله يتلقاو حلول لهذا المشاكل وتوضعوا الامكانيات اللي ممكن انها توضع باش نخرجوا بنتيجه ايجابيه، لان كيفما كان الحال وعدنا المواطنين بعدد من الامور، واللي خصنا نكونوا عند حسن الظن ديال الساكنه اللي وضعت الثقه في حزب التجمع الوطني للاحرار. هذه محطه من المحطات اللي احنا مقبلين عليها. الحزب خدم على مسار الثقه، اليوم كيخدم على مسار التنميه اللي كيجسد وغادي يخرج ما 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 كان مسجل في مسار الثقه. املنا كبير في المستقبل، والحمد لله كنا امل اننا نجيبوا الجديد ونجيبوا ما سوف يعود بالخير الكبير على الساكنه ديال جهه الدار البيضاء بصفه عام بصفه خاصه، وان شاء الله الساكنه ديال المغرب بصفه عامه، لانه ما نساوش انه الدار البيضاء كتمثل تقريبا 50% من الاقتصاد الوطني و50% من القوه الاقتصاديه ديالنا. غازي عضو المكتب السياسي ورئيس الفيدراليه الوطنيه للمنتخبين التجمعيين. إذن في هذه المحطة الثالثة من المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين بعد المحطة ديال طنجة وديال ورزات، اليوم حنا في الدار البيضاء الكبرى في جهة الدار البيضاء سطات. بعد الورشات ديال الصبيحة اليوم حنا في الجلسة هذا المساء في الجلسة العامة مع تحت رئاسة السيد رئيس الحزب. فكرة مركزية هو أن اليوم المنتخبين التجمعيين 12000 منتخب أو يزيد في جهة الدار البيضاء سطات مستعدين وعلى أهبة الاستعداد ومعبئين باش يستمروا في الوفاء بالالتزامات ديالهم، الالتزام ديال القرب، الالتزام ديال الإنجاز بعد الاستحقاقات اللي عرفات التتويج ديال الحزب كأول قوة سياسية في 8 شتنبير 2021. اليوم واحد العدد كما شفتوا في المداخلات ديال المنتخبين، واحد العدد ديال الرهانات مرفوعين والتحديات في جدول الاعمال. هاد على راس التحديات التحدي والرهان ديال الامكانيات. الجميع متفق اليوم ان توفير الامكانيات للجامعات الترابيه والغرف المهنيه، الامكانيات الماديه والبشريه هو رهين باش ينجزوا وباش يحققوا الانجاز اللي مطلوب منهم. كاين كذلك التحدي ديال التخليق وديال الحكامه. اليوم مطلوب من المنتخبين انهم يستحضروا الواجب والالتزام الاخلاقي والقيمه والقيمي ديال التخليق وديال الحكم، ولكن في مقابل كذلك مطلوب منا نوفروا لهاد المنتخبين انهم كيمثلوا الاراده الشعبيه وهم الفرسان ديال التنميه المحليه وديال الديمقراطيه المحليه، نوفروا لهم الظروف الملائمه من خلال الصيانه ديال الوضع الاعتباري ديالهم، سواء خلال مزاولة مهام ديالهم ولكن كذلك في الحياة الشخصية ديالهم، ان من شأن ذلك ان يخليهم يخدموا بأريحية ويمثلوا الساكنة اللي تيمثلوها كما يجب وكما يلزم. اخيرا يمكن القول ان اليوم حزب التجمع الوطني الاحرار كيأكد ان الرهانات ديالهم ما كانش فقط انتخابية ولكن كذلك التزامات ديال الوفاء وديال الانجاز. تنميرت إشكال ديال التواصل هو اللي جاو هاد المنتديات باش يعطيو عليه إجابات، ماشي صدفة وماشي عبث أن يجي رئيس الحزب ويدير جولة على امتداد سنة كل جهة في شهر باش يتواصل مع جميع المنتخبين. اليوم حنا تقريبا ما يقارب 11000 منتخب على المستوى الوطني، عدد لم يسبق لحزب أن حققه، وأكثر من أربعة الأخماس منهم كاينين في التسيير، أكثر من 80% أربعة الأخماس. وبالتالي اليوم هاد المنتدى في حد ذاته هو دليل ومؤشر على ان النيه ديال ترابط جسور التواصل بين القياده سواء المركزيه ولا الاقليميه ولا الجهويه مع المناضلين، ماشي غير المناضلين بالخصوص الاخوان اللي كاينين في التدبير المحلي باش يبقى هذا التواصل. وبالتالي فاذا كانوا الاخوان كيطالبوا بالتواصل فمن حقهم، ان من غير في غياب هذا التواصل ما يمكنش نحققوا احنا داخليا بعدا ما هو مطلوب منا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.